السلام عليكم ومرحبا بكم متابعي قناة بريباجاسيون الفرد أمجد. كما وعدتكم اليوم غادي ندير فيديو على لامبوس سيغ لو ريفوني. وإلا كنتو أول مرة كتشوفوا دي فيديو في لاشين ديالي، ما تنساوش ديروا سابوني، تركوا لهاد البطونة الحمراء اللي كاينة من تحت الفيديو، وديروا لايك وتكومونتيو. نبداو على بركة الله. السلام عليكم مرة أخرى. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال ليير لامبو سيغ لو ريفوني في إطار الدرس ديال لا فيسكاليتي. ألوغ نبداو على بركة الله الدرس ديال اليوم. أول حاجة نعرفوا شنو هو امبو. لامبو سي ان بريليفمون اوبليغاتوار، يعني الدولة كتفرض علينا كمواطنين كشركات على كاع الناس اللي كيعيشوا في هذا البلد بأنهم يخلصوا ضريبة باغ فوا دوبليغاسيون، يعني ما تقدرش تقول لا، تخلص ضريبه للدوله. هاد الضريبه هادي تقدر تكون ديريكت و دين مانيير انديريكت، سيتادير الا كانت ديريكت كتكون نيشان ما بين لو كونتريبيابل و ليتا، يعني ديريكتومون كتفيك تخلص ليتا. باغ كونتخ لي زامبو انديريكت هما اللي كيدوزو باغ دي زانترميديير، سيتادير كيدخلو شي متدخلين، يعني واحد كيبقى يعطي لامبو لاخر وهي غاديه حتى كتوصل عند ليتا، صافيين. من جهه اخرى عندنا عاوتاني لامبو بروبورسيونيل ولامبو بروغريسيف. لامبو بروبورسيونيل شنو هو؟ هو كنشوفو حنايا هاد السيد هذا كاين في اين طرونش ديال لي سالير كمثال، وكنشوفو لو طو ايكيفالون ديال هاد السالير. يعني مثلا كنقولو بانه واحد كيتخلص 100000 درهم ديريكتومون لو طو ديالو اللي غانامبوزيو عليها 100000 درهم كامله هي مثلا 30%. باغ كونطخ لامبو بروغريسيف هو واحد لامبو كيبقى يطلع سولون لو ريفوني ديال السيد. يعني مثلا 3000 الاولى ديالو، 3000 درهم الاولى ديال السالير ديالو كنخلصوا عليها الى اكزونوري، 2000 درهم الثانيه كنبداو نخلصوا عليها 10% يا وهي طالعه. يعني داكشي غادي بروغريسيف، كل ما تزاد لو سالير كل ما كتزاد لو طول اللي كنخلصوه، صافقين. نكملوا الوغ دابا ندوزو ليير، الدرس ديال ليير. ليير لي ريفوني سوميز، لي ريفوني سوميز ليير. عندنا خمسه ديال لي ريفوني، يعني خمسه ديال لي كاتيجوري ديال لي ريفوني هاد لي خصنا نقراوهم في ليير. عندنا الاول هو لي ريفوني سالاريو، سيتادير لي سالير ديال الناس الموظفين. وها لو ريفوني الثاني هو لو ريفوني اي بروفي فونسي، الناس اللي عندهم ديور وكيكريوهم. عندنا لي ريفوني بروفيسيونيل هما لي ريفوني ديال الشركات، سيتادير لي الشركات اللي خاضعين ليير ما كيخلصوش ليير خاضعين ليير. Les revenus et profits des capitaux mobiliers ou même les cryptos qui achètent les actions, les obligations ou qui ont des revenus. Ou là, ils peuvent mettre des placements dans la banque. Il y a une chose qui est la nature, soit à l'écran ou à l'achat de l'argent. La dernière chose, c'est les revenus agricoles, c'est-à-dire les revenus de l'arabe des zéraïres. Alors, on va voir dans la vidéo, on va essayer de traiter واحد ولا جوج ديال هاد لي ريفوني باش ما يكونش الفيديو طويل. نبداو على بركه الله تيب الاول ديال لي ريفوني، نبداو بلي ريفوني سالاريو. الوغ لي ريفوني سالاريو شنو خصكم تعرفوا على هاد لي ريفوني سالاريو؟ انا حاولت هادي ندير غير شيما في الاول باش تفهموا ليش خصنا نوصل. دابا عندنا حنايا واحد السالير بروت، هاد لي سالير بروت هو السالير ديال السيد اللي غادي يتخلصوا. ناخذوا كمثال هاد السيد هذا اللي كاين الفوق، خدا السالير ديال، ماشي خدا السالير ديالو، عنده واحد السالير دو باز كيتخلصو كل، هو كيتخلصو كل شهر. هاد السالير هذا كنزيدو عليه لي زافونتاج لي بريم كاع داكشي اللي كياخدو، كياخد هو يعني داكشي اللي كيأوغمونتي ليه السالير، وكنسميوه لو سالير بروت. هو هذا الوغ هاد لو سالير بروت خاصنا نخلص، خاصنا هو اللي نحسبو عليه لامبو سيغ لو ريفوني، مي مكنحسبوش عليه لو سالير، مكنحسبوش عليه لامبو سيغ لو ريفوني ديراكتومون. اون دوا اونليفي دي ريفوني اكزونيري، سيتادير يا عندنا فهاد لو سالير بروت ديالو كاينين دي ريفوني اكزونيري اللي غادي نشوفهم باغ لا سويت. هادي الاولى غير شيما جينيرال، من بعد ما كنحيدو منهم هاد لي ريفوني اكزونيري كيولي عندنا لو سالير بروت امبوزابل، ما كيبقاش عندنا لو سالير بروت اللي بدورهم هاد لو سالير بروت امبوزابل كنحيدو منهم دي ديدوكسيون اللي عطيهم لينا ليتا، ضروري خصنا نخلصوهم، صافقين. كنحيدوهم ما داخلينش في لامبو سيغ لو ريفوني. هاد لو سالير نت امبوزابل اللي كيبقى ليا في الاخر هو اللي كنامبليكي عليه لو طو ديال ليير باش كنحسب لامبو سيغ لو ريفوني. الوغ دابا نبداو وحده بوحده باش نشرحوا كيفاش كنحسبوا كل وحده فيهم. نبداو بلو سالير بروت اللي كان عندنا هو هذا لو سالير بروت. الوغ لو سالير بروت
par définition, هو la somme des éléments de la rémunération, tel que, يعني, هو salaire de base, ديال السيد, فاش كتدخل لأي شركة ولا كتدخل تخدم شي بلاصة كيكونوا متفقين معاك على السالير دو باز ديالك, كنزيدو عليهم لي زير سوبليمونتيغ, إلا زدتي السوايع ولا شي حاجة خصك تخلص عليهم, سيتادير حتى هما كيدخلوا في هاد لو سالير بروت. هاد لي زير سوبليمونتيغ كاين واحد الطابلو اللي هو اللي كيقول لنا كل شحال كل مرة شحال خدمتي, يعني مثلا إلا خدمتي في دي جور أوفغاب, سيتادير دي جور نون فيغي, ما بين الخمسة الصباح حتى الثمانية د العشية, لو سالير دو باز ديالك ديال الساعة كيتزاد ب 25%. وهكذا, يعني مثلا إلا خدمتي جور فيري ومن 8 حتى ل 5 كيدوبل لك سالير, سالير الاوغير, يعني كنحسبوا داكشي بالساعة. الوغ من بعد ما كنزيدو لي زور سوبليمونتير كنزيدو لي بريم. الوغ كاع الانواع ديال لي بريم اللي كياخذهم السيد كنزيدوهم, بريم دو روندمون, بريم دو بوسي, اي حاجه كاينين هنايا كنزيدوها. الوغ لي بريم, هاد لي بريم كاين فيهم واحد الحاجه كتسمى لي بريم دونسيانتي. هاد لي بريم دونسيانتي حتى هما كنديرو نحسبوهم, هما كنطبقوهم على حساب شحال دوزت, شحال عندك ديال لونسيانتي في لونتربريز. يعني كمثال, الا كانت عندك عامين ديال السيرفيس في لونتربريز, كتزاد لي بريم دونسيانتي ب 5%. هكذا غاديه الا كانت عندك من 5 حتى ل 10 اون, ابري 5 اون, يعني من 5 حتى ل 12 اون كنطبقوا 10%, من 12 عام حتى ل 20 عام 15%, من 15 عام حتى ل 25 عام كنطبقوا, من 20 من جماكسوز, من 20 حتى 25 كنطبقوا 20, واكثر من 25 كنطبقوا 25%, هذه نورمالمون 25% ماشي 5%. وهذه الطريقه كيفاش كنحسبوا لي بريم دونسيانتي. الوغ لي زانديمينيتي حتى هما كيدخلوا كاملين, ولي زافونتاج اون ناتور اون ارجون. يعني مثلا الا كانوا كيعطيو شي كيعطيو مثلا شي دار, كيعطيو طوموبيل, كيعطيو شي حاجه بحال هكا, سو سون دي زافونتاج, كيخلصوا عليا الضو, كيخلصوا عليا الماء, سون دي زافونتاج اون ناتور اون ارجون اللي حتى هما كيدخلوا في لو سالير بروت. الوغ من بعد ما حسبنا لو سالير بروت كندوزو ليتاب سويفونت. يعني الا رجعتو معايا هنايا, شنو قلنا من بعد لو سالير بروت خاصنا نشوفو شنو هما لي ريفوني اكزونوري باش نحسبو لو سالير بروت امبوزابل. صافي, لو سالير بروت امبوزابل كيساوي لو سالير بروت اللي يلاه حسبناه ناقص لي زانديمينيتي جوستيفي. يعني حنايا كناخدو دي زانديمينيتي مع عند لونتربريز كي سون جوستيفي, يعني قادرين بان نجوستيفيهم. شنو هما هاد لي زانديمينيتي اللي خاصهم يكونوا جوستيفي؟ هي شي حاجه انا كنخسرها من فلوسي او لونتربريز كترومبورسيني في هاد المونطون, كترومبورسيني باغ دي زانديمينيتي. نعطيو باغ اكزومبل هما لي زانديمينيتي دو ديبلاسمون جوستيفي. بحال هاد لي زانديمينيتي دو ديبلاسمون جوستيفي, انا كنمشي مثلا كتصيفطني لونتربريز ميسيون, كتقول لي مثلا تمشي لواحد شي مدينه اخرى من غير المدينه اللي خدامين فيها, الوغ كتقول لي سير وخسر الفلوس من عندك حتى تسالي واجي تحاسب معايا. داكشي اللي قلتي ليا جوستيفيتيه ليا, غادي نعطيك دي زانديمينيتي عليه. تعويض لانديمينيتي دو كاس, لانديمينيتي دو كاس شنو هو؟ هو بانه السيد كيكون مسؤول على لا كاس. الوغ باش نكونكوراجيو الناس بانهم يخدموا في لا كاس, كنعطيهم دي زانديمينيتي كيتسموا لي زانديمينيتي دو كاس باش يكوفريو داك لي بيرت اللي يقدر هو دو فوت دو فراب ولا شي حاجه هكا. لانديمينيتي دو باني, هاد لانديمينيتي دو باني شنو كتعني؟ كتعني هي الناس اللي كيبقاو كيخدموا اون كونتينيو في وقت الغداء, كيمشيو كيتغداو هما باغ اوبليغاسيون خصهم يبقاو في الخدمه. داكشي علاش لي زونتربريز يقدروا يعطيوهم دي زانديمينيتي تعويض على الماكله اللي كياكلوا, بشرط بانه هاد لانديمينيتي ما تفوتش جوج فوا لو سميك اورير باغ جور, يعني تقريبا ما تفوتش داك 26 درهم ولا شي حاجه هكا, ولا 25 درهم في النهار. الوغ لي زانديمينيتي دو ريبريزونطاسيون نورمالمون دو بريزونطاسيون شنو كتعني هادي؟ كتعني بانه الناس اللي كيخدموا في دي بوست حساسين, يعني الناس اللي خاصهم يلبسوا مزيان, لونتربريز خاصها تعوضهم باش يشريو داك اللباس, يشريو لي كوستيم, يشريو هما جينيرالمون كتعطى لي ديريكتور ولي كوميرسيو. هاد لانديمينيتي ما خصهاش تفوت 10% من لو سالير بغيت امبوزابل. كاينه واحد الحاجه اخرى اللي هي لي زالوكاسيون فاميليال اي لي رونت اي دو رونتري سكولير. يعني مثلا لي زالوكاسيون فاميليال لونتربريز خاصها تعطي لاي واحد موظف عندها 200 درهم على كل ولد في حدود 3 الاولاد الاولين, 200 درهم على كل ولد. الا كان عندك اكثر من 3 الاولاد كتبدا كتعطيك 30 درهم في حدود 3 اخرين, يعني بانه 3 الدراري الاولين كنعطيو عليهم دي زالوكاسيون ديال 200 درهم, و 3 اخرين 3 الاخرين 30 درهم. صافي, من بعد ما حسبنا لي زانديمينيتي جوستيفيي كيكون عندنا لو سالير بروت امبوزابل.
فاش كنحسبوا لو سالير بوت امبوزابل كنستعملوا باش نحسبوا لو سالير نت امبوزابل. الوغ لو سالير نت امبوزابل كيساوي لو سالير بوت امبوزابل ناقص لي ديدكسيون. هاد لي ديدكسيون هادو كي كنديروا نحسبوهم. هنايا اول ديدكسيون عندنا هما جينيرالمون عندنا خمسة ديال لي ديدكسيون. اول ديدكسيون هو لاباتمون فورفيتير او تيتغ دي فري بروفيسيونيل. هذا واحد لاباتمون شنو كيقول ليا؟ كيقول ليا بانه اون ابليك على هذاك لو سالير امبوزابل واحد لاباتمون واحد تيب ديكزونيراسيون، يعني بانه ما عنديش نطبقوا عليه ليا. علاش؟ لانه هو سيت ان اباتمون فورفيتير ديال لي فري بروفيسيونيل، هو كيكون ديما 20% بالنسبه لي زونتربريز، كيكون 20% دو سالير بوت امبوزابل. يعني داك السالير بوت امبوزابل اللي حسبناه 20% منه كتكون كنعتبروها ديدكسيون، ولكن ما كنستعملوش هاد لو سالير بوت امبوزابل، كنستعملو لو سالير بوت امبوزابل ناقص لي زافونتاج اون ارجون اون ناتور. يعني مثلا الا كانوا كيعطيونا دي زافونتاج، يعني مثلا كيخلصوا علينا الكرا ولا كيخلصوا علينا الماء ولا الضو ولا شي حاجه بحال هكا ولا طوموبيل، هذوك نعتبرهم دي زافونتاج اون ارجون ولا اون ناتور، خاصنا نحيدوهم من لو سالير بوت امبوزابل. هذاك نضربهم في 20%. مي واخا هكا كاينه اون ليميت، هاد ليميت هي 30000 درهم باغون و 2500 درهم باغ موا. يعني المونطو اللي غادي يخرج ليا فاش غادي ندير 20% من سالير بوت امبوزابل ديدكسيون فيت دي زافونتاج، ياك خاصو ما يفوتش 2500 درهم بار موا. الا كان سوبيريور 2500 درهم بار موا كناخذو 2500. نديرو هنا ان اكزومبل، واحد لا واحد سالاري ا ديسپوزي او كور دو موا دو مارس ان ريفوني كونستيتوي دو سالير دو باز دو 15000 درهم. هاد السيد كتخلص 15000 درهم، عنده دي بريم 2000 درهم الوكاسيون فاميليال، هنا 300 درهم فالور لوكاتيف مونسيوال دان لوجمون مي ا سا ديسبوزيسيون، و 5000 درهم بريز اون شارج دي ديبونس دو اي ديليكتريسيتي. الوغ هنايا اول حاجه خصنا نحسبو هو لو سالير بروت. لو سالير بروت كنشدو لي سالير دو باس كنزيدو عليه لونسومبل ديال هادشي كامل، كاع الاعداد اللي كاينين هنا كنزيدوها، هذا كيعطينا لو سالير بروت. الوغ باش ندوزو لو سالير بروت امبوزابل اللي حسبناه من قبل، قلنا كنحيدو لي زانديمينيتي جوستيفي. هنايا شنو عندنا في لي زانديمينيتي جوستيفي؟ عندنا لالوكاسيون فاميليال، صافقين عندنا 300 درهم ديال لي زالوكاسيون فاميليال. اذا شنو كنديرو؟ كنديرو 23300 ناقص 300 درهم كتعطينا 23000. من بعد فاش كنحيد فاش كنحسبو لي سالير و امبوزابل كندوزو لي فري بروفيسيونيل اللي كنحسبو فيهم ابستراكسيون فيت، كنشدو لي سالير و امبوزابل افيك ديدكسيون ديدكسيون فيت ديال لي زافونتاج اون ارجون اون ناتور. يعني كنقصوا هاد 5000 ديال اللوجمون اللي كنخلصوا عليه، وكنقصوا هاد 1000 درهم ديال لو ليكتريسيتي، عاد كنضربوا في 20%. من بعد ما ضربنا في 20% كنشوفوا المونطون اللي خرج لينا، خرجت لنا 3400 بار موا. الوغ هاد 3400 كبر من 2500، يعني لا ليميت ديال لي فري بروفيسيونيل ديديكسيبل هي 2500، سيتادير كنقصوها 2500 ما كنقصوش 3400. ندوزو للديديكسيون الثانيه اللي هي الكوتيزاسيون سالاريال على سي ان اس اس. Alors, cotisation salariale à la CNSS, c'est une déduction tenue. Le taux il est fixé à 4,48% de la salaire brut imposable. Quand je parle de 4,28%, d'abord, vous l'êtes 4,48% de la salaire brut imposable depuis décembre 2014. Dans la limite de salaire brut imposable, tu sais, c'est le FDRM. Quand je vois le salaire brut imposable, je parle le montant. Il a le montant qui est le salaire FDRM, que nous avons le salaire FDRM. Yani, le salaire FDRM, c'est le 4,48%. Ça fait? هذه بالنسبه للسي ان اس اس. كنشوفوا دابا لامو لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار، دابا ولات عندنا لو طو هو 2.26، كانت شحال هذه غير 2%، دابا ولات 2.26 من لو سالير بوت امبوزابل اي سون بلافون، سيتادير اي سالير بوت كان عندك كتضربو في 2.26. اخر حاجه كاينه هي لا كوتيزاسيون دو ريتريت كومبليمونتير. هاد كوتيزاسيون دو ريتريت كومبليمونتير الا نتايا كنتي باغي دير شي ريتريت كومبليمونتير، il est limité à 50% du salaire brut imposable à partir de janvier 2015. Il est limité à 50% du salaire brut imposable de janvier 2015. Dire exemple, un salarié a disposé au cours du mois de mars d'un salaire brut imposable de 15000 dirhams. Alors, le salaire brut imposable de 15000 dirhams, il a besoin de calculer le CNSS qu'on se doit. هاد 15000 درهم الى سوبيريور على 6000 درهم، سيتادير ما كنخدموش ب 15000 درهم كنخدموا ب 6000 درهم، 6000 في 4.48 كتعطينا 672. بالنسبه للامو قلنا ما عندوش بلافون، نيشان كنشدوا لو سالير بوت امبوزاب كنضربوا في لو طو ديال سي ان اس ديال لامو اللي هو 2.26 كتعطينا 333. صافي
ندوزو لاخر تيب ديال لي ديدكسيون هو لي ديدكسيون ديال لي زانتيغي سور كريدي دو لوجمون. هاد لي زانتيغي سور كريدي دو لوجمون بوغ خاصو يكونو بوغ ابيتاسيون برينسيبال. يعني انت مشيتي خديتي واحد الكريدي، هاد الكريدي لواحد السبب لانه باغي تشري دار باش تكون السكنه ديالك الرئيسيه. هاد لي زانتيغي، لي زانتيغي اللي كنخلصوهم على هاد الكريدي دون لا ليميت ديال 10% اي ستون ديديكتيبل. او انكور لو برينسيبال اي لانتيغي سي لو لوجمون اي سوسيال. يعني مثلا الا كان عندنا هاد اللوجمون سوسيال كنديروا ديديكسيون ديال لي زانتيغي وحتى ديال لو رومبورسمون ديال لومبران سي تادير لو برينسيبال. الوغ باش نقولوا بان هاد اللوجمون الي سوسيال خاص تكون لا سوبرفيسي ديالو من 50 حتى 80 متر كاري وتكون لا فالور ديالو هي 25 مليون. حنا كنقولوا لي السكن الاقتصادي. نشوفوا اكزومبل ان سالاري ا بينيفيسيي دان بري بور لاكيزيسيون دو سون ابيتاسيون برينسيبال اكيز بور ان بري دو 400000 درهم. حنا ما استوقناش في هاد المونطون هذا، مي شنو كنشوفوا؟ كنشوفوا المونطون ديال لي زانتيغي. يل رومبورس دي زانتيغي انويال دو لوردر دو 22000 ديغام. السالير بوت يعني حنا عارفين هاد 22000 ديغام الي ديدكتيب، ولكن خصنا نتاكدوا بانها ما فايتاش 10% من لي سالير نت امبوزابل. كيفاش غنحسبوا لو سالير نت امبوزابل افون انتيري؟ كنشدوا لو سالير بوت امبوزابل كنقصوا منه لي ديدكسيون. هنا شنو عندنا؟ عندنا لو سالير بوت امبوزابل هو 200000 ناقص 40000 ديال لي ديدكسيون كتعطيني 160000. 160000 في 10% ديال لو طو كتعطينا 16000. الوغ انا لا ليميت هي 16000 وهو خلص 22000. الوغ غير 16000 كي ديديكتيب، 22000 سوبيريور 16000. الوغ لانتيغي ديديكتيب اي دو 16000. ندوزو ليتاب سويفونت اللي هي لو كالكول ديال ليير. الوغ ليير بروت اي تيغال سالير نت امبوزابل يلا حسبناه فوا لو طو دو باغيم ناقص لا سوم ا ديدوير. هاد لو طو دو باغيم ولا سوم ا ديدوير منين كنجيبوهم؟ كنجيبوهم من هاد الطابلو هذا اللي هو الطابلو ديال لو طو دو ليير. هاد الطابلو هذا نورمالمون كيكون في المعطيات ولا خصنا نكونوا حافظينه. كاينين جوج ديال لي طابلو نورمالمون، كاين طابلو كي مونسويل وان طابلو كي انويل. حنا كنشوفوا على حساب ليكزيرسيس واش حنا خدامين في لي موا ولا خدامين في لي زاني وكنستعينوا بالطابلو المناسب. الوغ هذا الطابلو الاول، وكاين هذا الطابلو هذا اللي هو ديال العام. صافي هنايا كيفاش كنديروا نخدموا به؟ عندنا هنا لو طو ديال لي زامبو وعندنا هنايا لا سوم ا ديدوير. هو في دي كاتيجوري سي تادير من 0 حتى 30000 درهم كيخلصوا 0%، من 30000 درهم حتى 50000 درهم كيخلصوا 10%. متفقين؟ هادو هما هادو هي كيفاش كنخدموا بهاد الطابلو. باش نفهموا اكثر ندير واحد ليكزومبل. عندنا مثلا لو سالير بروت انويال ديال 200000 درهم وعندنا دي فري بروفيسيونيل وكوتيزاسيون سوسيال هي 40000 درهم. كي كنديروا نحسبوا لو سالير نت امبوزابل قلنا كنشدوا لو سالير بروت امبوزابل كنقصوا منه لي فري لي ديدكسيون. الوغ 200000 ناقص 40000 كتعطيني 160000 ديال لو سالير نت امبوزابل. هاد 160000 هي اللي كنمشي كندير لها كنبلاسيها في هاد الطابلو هذا كنشوف اين الكاتيجوري جات. الوغ باغ اكزومبل هنا عندنا 160000، 160000 جات في هاد البلاصه يعني ما بين 80000 حتى 180000. لو طو اللي غنابليكيو عليه لو طو دو باغيم هو 34 ولا سوم اديتوير هي 17200. علاش؟ لاننا حنا دابا خدامين في لو طو انويال، حيت حنا خدامين في سالير بروت انويال. فوالا 160000 و 34% ناقص 17200 تساوي 37200. هنا كنكونو حسبنا ليير بروت ولكن مازال ما ساليناش لو طرافاي، خصنا نحسبو ليير نت. الوغ ليير نت يساوي ليير بروت ناقص لي ديدكسيون بور شارج دو فامي. شنو هما هاد لي ديدكسيون دو شارج دو فامي؟ هما دي ديدكسيون بور لي ديدكسيون بور شارج دو فامي ليتا كتقول لنا بانه بور شاك اونفون عندنا الحق ريكوبيريو 30 درهم par mois et par personne dans la limite de 6 personnes. C'est-à-dire بانه الا كان عندك 6 ديال لي بيرسون ا شارج ولادك مرتك ولي العمر ديالهم اقل من 28 سنه ولا كانوا شي وحدين دي بيرسون انفيرم يعني سون ليميت، هاد الناس هادو عندنا الحق نديرو ديديكسيون ديالهم ديال 30 درهم بالنسبه لكل شخص ا شارج. يعني نديرو باغ اكزومبل نديرو شي اكزومبل هنايا سوا ان سالاري ماريي qui a deux enfants âgés respectivement de 5 et 8 ans. C'est-à-dire, ou à dire qu'il y a une personne à charge, il y a trois personnes. Alors, il y a trois personnes, on a un salaire brut annuel, ou c'est 37 000, ou l'exemple qu'on a fait d'avant, c'est 37 000, on a un salaire brut annuel, c'est les personnes à charge, fois 30 dirhams, fois 12. Là, je l'ai dit, annuel, ou on a un salaire par mois. Ça fait, je l'ai dit, c'est 37 000, الوغ دابا هادو هو لي زيتاب ديال الكالكول ديال ليير، حتى هنا كنكون وصلنا لا فان ديال الكالكول نورمال ديال ليير.
الوغ دابا غادي نشوفوا لي كا بارتيكولير ديال الاي ار. نقرا عليكم مثلا هاد لي زوبيراسيون. لا ريمونيراسيون فيرسي ا دي بيرسون نون ريزيدون، يعني دي بيرسون اللي ما ساكنينش في المغرب. هنا اكزومبل، بروفيسور فرونسي نون ريزيدون كي انترفيان دون ان ايتابليسمون دونسينيومون اي سومي او طو فورفيتير دو 10%. يعني هاد لي بيرسون هادو اللي ما ساكنينش في المغرب وكيجيو كيديروا غير شي حاجه في المغرب وكيمشيو، يعني مثلا هذا الاستاذ كيجي كيلقي محاضره هنا في المغرب وكيمشي بحاله، ديك الرزيق اللي كنعطيو ديك ديك الريفوني اللي كياخذوا كنطبقوا عليه نيشان واحد لو طو ديال 10%، هو ديريكتومون كنطبقوا على لو ريفوني ديالو، ما كندخلو هادشي لا الباريم لا حتى شي حاجه. شوفوا كمثال شي وحده اخرى، لا ريمونيراسيون فيرسي او زارتيست سبورتيف اي سوميز او طو دو 30% ابخي ابواتمون ديال 40%. يعني ديك المغنيين وديك الرياضيين كنطبقوا عليهم ديريكتومون واحد لو طو ديال 30%، ولكن من بعد اباتمون ديال 40%. يعني داك الرزيق اللي كيشدو داك فلوس الغوفوني اللي كيشدوه كنقصو منو 40% ديالو عاد كنضربوهم في 30%، هذاك هو المونطون ديال الليا. الوغ نشوف معاكم هاد لي بونسيون حيت هما مهمين بزاف وكتحطو في لي كونكور. بعد لي كونكور هنا كاين لي بونسيون دو روتريت سون سوميس او طو دو باريم ابخي اباتمون دو 55% سي لو مونطون دو لا بونسيون اي انفيريور او ايغال 168000 درهم، و 40% بور لو سيربلوس. يعني واحد السيد كيتخلص من زيرو حتى ل 168000 درهم كنديروا واحد لاباتمون ديال 55%. عاد هاد لاباط من بعد ما كنديروا هاد لاباتمون عاد كندخلوا لو باغيم باش كنشوفوا شنو هو لو طو شنو هو لا سوم ا ديدوي بور لو سيربلوس. يعني داكشي اللي فايت 168000 درهم كنديروا ليه اباتمون ديال 40%. صافقين. الوغ هنايا هادي هي لا بارتيكولاريتي، لي كونتريبيابل ايون او ماروك لور دوميسيل فيسكال اي تيتولير دو بونسيون دو روتريت دو سورس اترونجير. هادشي شنو كيعني؟ كيعني كيقولوا لك مثلا واحد السيد فرنساوي استقر هنا في المغرب، جا سكن هنا في المغرب واستقر، باقي كيشد داك لا بونسيون دو روتريت، يعني كتشد غير التقاعد ديالو وعايش هنا في المغرب مزيان، بينيفيسي اون بلوس دو لابوراسيون دو لاباتمون فورفيتير، يعني اون بلوس ديال هادشي هاد لاباتمون هذا ديون ريديكسيون égal à 80% du montant de l'impôt au titre de leur pension. يعني en plus من هاد لا ديدكسيون كنزيدو نديرو واحد ديدكسيون اخرى ديال 80% ديال داكشي لي شاط. متفقين؟ نشوفو شي اكزومبل باش نفهموها اكثر. هنايا كاتبين لك ان روتريتي فرونسي ريزيدون او ماروك a disposé d'une retraite de source étrangère d'un montant de 13500 euros qu'il transfère à titre définitif en dirham non convertible soit un équivalent de 148500. هل هذا السيد هذا كيتخلص روتريت ديالو 14 مليون و100 وشي بهارات اخرى، هادي غير روتريت ديغام. الوغ شنو كنديرو؟ قلنا بانه اكثر من 168000 كنطبقوا اقل من 168000 كنطبقوا 55%، لو سيربلوس كنطبقوا عليه 40%. هنايا عندنا غير 148000، الوغ 148000 مضروبه في 50% 55% كتعطينا 81,075. لا بونسيون امبوزابل هي 148,500 ناقص 81,675 كتعطينا 66,825,000. الوغ 825 كنحسبوا ليغ كالكولي، يعني كنحسبوا ليغ كنشوفوا في الباريم هاد 66,825 في اين بلاصه جات، كتجينا لو طو ديال 30% ناقص 14000 ديال لا سون ا ديدويغ كتعطينا 6087. هاد 6087 هي اللي كنطبقوا عليها لا ديدكسيون ديال 80%. فوالا الوغ 6047 ناقص 4838 كتعطينا 1209. الوغ حتى هنا كنكونوا سالينا البارتي الاولى ديال ليير سالاريال، شفنا اللي شفنا فيها كو سو سوا لي كا نورمو ولا لي كا بارتيكولي ديال الكالكول ديال. Alors, pour les vidéos qui viennent, Inch'Allah, on va voir les autres types de revenus, que ce soit le revenu foncier, ou le revenu des capitaux mobiliers, ou le revenu agricole, ou le revenu professionnel. Alors, il y a des liens qui sont en train de vous faire. N'oubliez pas de vous faire un share, de vous faire un like, de vous commenter. Ou si vous avez des questions sur les vidéos, vous allez voir la page de la prépa gestion de Ferd Amjad. Ou vous allez voir les questions sur le reste de l'œil. Inch'Allah, on va voir la vidéo.